حددت قبل أن تستلم المهام بطريقة واضحة وبطريقة مهينة للشعب العراقي، وهي إلى الآن لم تستلم. يعني أعتقد موقف الإطار التنسيقي كان بهذا الاتجاه، وحدثت جلسة مع رئيس الوزراء تناقشوا فيها بخصوص هذا الملف وملف العقبة، يعني ذن الملفين الأبرز اللي صارت بهن المناقشة، وأبلغوا رئيس الوزراء بصورة واضحة أولا رفض موضوع مد أنبوب العقبة، لأنه هذا فيه دعم للكيان الإسرائيلي. نعم. الذي هو حاليا يعني عاث في الأرض فسادا ويتجرأ على بعض الدول وفصائل المقاومة. والأمر الثاني هو موضوع المرشحة للسفارة الأمريكية، هناك إجراءات من المفترض من الحكومة ووزارة الخارجية برفض هذه السفيرة، وكأنما يعني الأمر هو بيد الحكومة. أستاذ